النهارده البالون دور اكيد يعني حدث مهم، والمنافسه بقى اكيد يعني لا احنا زي ما احنا عارفين تنحصر ما بين ميسي ميسي وهالاند. وهالاند. قول لي بقى، شايف النهارده الحفله هيبقى ازاي ومتوقع ايه؟ هو مش هو التسريبات كلها خرجت من كذا يوم ان الموضوع ده من شهر مثلا الموضوع اتحسم لميسي، يعني عشان خلاص كاس احنا العالم، والراجل خلاص اخر ما يعني تقدر من وهالاند اخر لسه مره قدامه اترشح العمر طويل بالظبط، يعني فقال لك ايه حدث تاريخ الراجل جاب كاس بالظبط. عالم، ف وهو برده ما كانش يعني سيء في الموسم، حتى مع باريس كان بيساهم اكتر لاعب صنع اهدافه ما كانش سيء، وفي كاس العالم تاني هداف كاس العالم وعمل بطوله يعني كان النجم بتاعها هو ومبابي، ف يعني ختام ليه حاجه الكره الثامنه هتبقى ليه، وده هيبقى اخر مره هيترشح فيها، فمنطقي بالظبط هالاند الراجل كده كده الارقام كل سنه قاعد يكسر فيها عادي جدا، بالظبط. امبارح الراجل وصل للجول في الجوله العاشره وصل للجول ال11، فيعني عادي الموضوع طب بالنسبه له. انت سيبك بقى من التسريبات، انت من وجهة نظرك شايف مين الاحق يعني بالجائزة؟ ما هي الفكره في المعيار، هم كل سنه مش بيحددوا معيار، مره يقول لك عدد الاهداف هل هي بتبقى بالمستوى الثابت؟ ما لو عدد الاهداف هتقول ايرلينج هالاند يعني الارقام اللي كسرها ما بالظبط ينفعش، بالارقام هالاند لو الاداء ثابت وكده ففي مانشستر سيتي رودري اكتر لاعب كان مستواه ثابت من اول ماتش لاخر في كل البطولات، بس و صعب ان هم ما طبعا يدوها لاعب صعب انا وسط يعني. اه ما انا ما انا فاهم، بالظبط بس انا بقول لك لو يعني هي مش محددين ايه المعيار، حتى كبطولات رودري كانت حقق بطولات كتير جدا مع السيتي، هو هالاند حقيقي كل حاجه، بس طبعا هالاند الاولويه عشان طبعا الارقام اللي بيكسرها والحاجات دي، فهم لغايه دلوقتي مش محددين معيار، لكن هالاند ميسي انا ده بقول لك هي ختاميه لميسي، يعني بالظبط احنا يعني كلنا ياخدوها من هنقولها ناحيه كده اهو المشاعر شويه، ان هو خلاص بالظبط. بيختم بقى حياته وكاس العالم، وده ميسي والتاريخ واللعيب الاسطوري والكلام، وهالاند لسه مشواره قدامه طويل وما يعني. جاش اعظم من ميسي يعني، فلو ما يبقاش ميسي موجود والراجل جايب كاس عالم فخلاص طبيعي ان هو يكسبها بالظبط بالظبط يعني اتمنى كل التوفيق، ميسي خلاص كسر كل حاجه يعني. بالظبط.